مرحبا اخواتي، اليوم ان شاء الله الحلقة الثانية من ريفيت فروم ذا جراوند اب. حكينا عن هدف هاي السلسلة الحلقة الماضية، واليوم ان شاء الله راح تكون البداية. اول ما بنفتح البرنامج طبعا راح تواجهنا هاي الواجهة. هون راح يكون عندي البروجكتات اللي كنت انا عم اشتغل عليها من قبل، وراح يكون عندي هون الفاميليز او الاكزامبلز تبعات الفاميلي اللي عرفت موفر هون. بهي الحالة انا كنت مشتغل على هاي البروجكتات، لهيك طالع عندي. اذا انت اول مرة او انت اول مرة بتستخدم البرنامج، فراح يكون عندك طالع اكزامبل كمان من شركة اوتوديسك. تمام، حاليا عندي اربع او خمس شغلات هون. تمام، او عندي الاوبن اذا بدي افتح فايلات قديمة، اذا عندي نيو اذا بدي اعمل كرييت لنيو، يعني عمل جديد او بروجكت جديد. طبعا وقت بفتح النيو راح يكون عندي نفس الخيارات الموجودين هون، يا اما الكونستراكشن تمبلت يا اما الاركتكتشر 1 الى اخره. تمام، هاي حاليا. طبعا شو الفرق بين هيول؟ هدول اذا كنت انت عم تشتغل فورا على التمبلت جاهزه، واذا ما كان بدك تشتغل على واحدة جاهزة فينك تعمل كرييت للتمبلت تبعتك من هذا الأمر، ولكن أنا هذا بشوفه مضيعة للوقت الحقيقة. وإذا كان كمان عندك كمان تمبلت معينة في مثل هيول، فينك تفتحها من US Imperial أو US Metric اللي موجودين عندك، ولكن إحنا طول يعني عاملي بالبرنامج ما استخدمت إلا الأركتكتشر 1. طبعاً والفاميليز نفس الأمر، إذا كان عندك أنت فاميلي قديمة أو نيو أو الكونسبشوال ماس اللي حكينا عنها أو استخدمناها بفيديوهات ماضية. تمام، حالياً فتحت أركتكشر تمبلت. أول ما بفتح البرنامج راح تواجهني مجموعة من، خلي هلا نحن هون فينا نقول مثلا سام بانلز او كل بانل فيها تاب معينة. ما رح انا اتقيد بالاسماء الحقيقة، انه مثلا عندي الاركتكتشر الوان او الاركتكتشر البانل، بعدين في عندي الوول تاب او الى اخره. ما رح اتقيد بهي الاسماء، مش ما بتهمني، ولكن اللي بدي اعرفه انه انا عندي مجموعة من انه كل واحدة شريط اوامر، وفيه مجموعة من الاوامر. في عندي 1 2 اللي هو الفوق، وعندي الموجود هون بالأسفل، وفي عندي كمان يلي هون موجود. طبعا كل واحد له استخدام معين. طبعا إذا أنت شايف هذا الشريط الموجود هون أو الريبون هاد موجود بالأسفل، وأنت أو شايفه بالأعلى وبدك إياه بالأسفل، لأنه أنا هيك يعني متعود على الشغل، فينك تقول له شو above the ribbon يلي هو هاد، وفينك كمان ترجعه لتحت. تمام، إذا بتكبس هذا الأمر بتلاقي هذا المثلث، بتلاقي أنه الأوامر كل ما لا عم تصغر، وصارت أنه طريقة الشو تبعتها تغيرت. تمام، رح أكبس أكبر مرة تانية، بتلاقي كمان صغرت أكتر، وكل واحد حسب ما هو متعود يشتغل. يعني ممكن المتعودين يشتغلوا كتير على الكاد فبيفضلوا ممكن هاي الطريقة، ولكن أنا بفضل حقيقة الطريقة اللي هي هاي، أنه بتكون كل الأوامر موجودة. تمام، هذا بالنسبة لشرطان الأوامر يلي هو أول شيء. طيب هات لحتى مثلا نبلش بهذا الشريط، بما أنه هذا رح نستخدمه كتير فممكن الشرح يكون لقدام فيو. أول شيء كمان عندي نفس القصة، إذا عندي كمان أوبن وبدي أفتح ملف جديد، عندي هون أمر السيف يلي إذا أنت كنت عم تشتغل، يعني كنت عم تشتغل وبدك تعمل سيف للمشروع يلي أنت عم تعمل الفيو. طبعا هيول مثل الاندو والريدو يلي اذا كنت انت كمان عم تشتغل سويت وول او مساحه شيء وبدك تعمل لقدام او لورا. الميجرمنت طبعا هاي الكويك وان، اذا كنت بس هيك مثلا كوول. تمام، كمان تمام، طبعا هاد الوال اذا كنت فورا بدك اياها كسريع بكبس مثلا من هون لهون وبعرف قديش. في حالة فقط بس عملت سكيب فهو راح يروح فورا. تمام، ولكن الموجودة هون طبعا هاي لانه نحنا اللي حاطينه هون، يعني هذا الشريط فينك انت تضيف عليه وتمسح منه. تمام، اذا انا قلت له مثلا هاد بس عملت كويك رايت كليك على الويندو قلت له اد، رح تلاقيها طلعت هون.
اذا قلت له كمان ريموف رايت كليك وعملت له ريموف بيعمل ريموف. يعني فيني اضيف مثل الاوتوكار فيني اضيف اي امر بدي اياه. اذا كمان عملت هيك بلاقي الوول انضاف عندي. تمام، هاي شغلة. وهاي بالنسبة للطباعة اذا كنت عم تطبع. طبعا كنترول بي مثل العادة، وهات حتى كمان اذا بنك بس كنترول بي بيطلع عندك خيارات الطباعة مثل ما انك شايف اذا كان في طابعة او طبعا نحن ما بنستخدم هذا الامر لانه في العالم بنروح على المكتبة. تمام، هذا بالنسبة للامر تبع الطباعة. عندك التاج، طبعا هاي الاوامر الحقيقة ما رح دغري احكي عنها لانه اذا بدي احكي مثلا عن التاج فاذا كانه انا عم احكي عن التاجات وقت اللي بقول مثلا اذا بقول ويندو بلاقي عندي هذا الامر اللي هو طلع هون اللي هو التاج تاج امبليسمنت اللي هو مثل الانوتيشن 1. اذا بفتح على الانوتيشن او الانوتيت بنلاقي كمان عندي هاي الاوامر. طبعا هاي الاوامر منضاف عندي، ولا كمان هذا حاليا كمان التكست موجود يلي هو التي اي الشورت كات مو تي اي دي تي ايوه مش مثل هذا اوكي تي اكس سوري اوكي عم اشتغل كمان اوتوكاد البركه. هذا الامر يلي هو موجود كمان عندي بالفيو إذا بنروح على الفيو بنشوفه اللي هو تبع أمر الـ 3D. عندي ثلاث أوامر فيه، أول واحد اللي هو الـ 3D العادي. تمام، تاني أمر اللي هو الكاميرا إذا كنت أنت بالفلور بلان الـ 1 مثلا وعندك بدك تحط كاميرا بهالشكل. طبعا بس اخترت الكاميرا أنا. تمام، رحت على الفلور بلان اخترت الكاميرا وفقط كليك وبعدين شديته بالزاوية اللي بدي اياها وقلت له اوكي فتحت عندي الكاميرا. تمام، هذا بالنسبة للكاميرا. طبعا حتى وقت اللي بما اني انا بعدني عامل سلكت عليها فوقت اللي رحت على 3D كمان طلعت. اذا بعمل بس سكيب بتروح. تمام، راح اسكرها. كمان السكشن والثين لاين موجودين عندي هون موجودين بشريط الاوامر. طبعا الثين لاين هذا ايمت بفيدني وقت بكون انا عم اشتغل على السكاشن وش مثل ما شايفين موجودين عندي طلع الوصف. وقت بكون عم اشتغل على السكشن وما طلع عندي الثيكنسز اوف ذا لاينز لانه اذا بتلاحظوا انا عندي هو موجود حتى بالفيو هون موجود مثل ما شايفين. اذا بروح لعند ال اي بقول له ال اي بلاقي عندي لاينات. حتى اذا بروح لعند الانوتيت بلاقي عندي كمان بالديتيلز يلي هو الديتيل لاين اذا كنت انا عم اشتغل على سكشن معين. مثلا اذا بس بفتح هون سكشن وبكبس عليه دبل تايمز اذا حاليا بطفي هاد بتلاقوا عندي انه طلع الثيكنس تبع الوول. اذا بشغله براح الثيكنس. تمام، حتى وقت اللي بكون انا عم اشتغل بالديتيل لاين في عندي اكتر من نوع موجودين هون. كل ما برسم مثلا اذا بقول له هات لنشوف الميديوم 1 بس حاليا بس لارسم هيك اذا حاليا مش مبين بسكره بشوف عندي طلع. اذا بجيب مثلا اللاين العادي بتلاقي عندي تغير لونه والثيكنس تبعه كمان. شايفين هذا بالنسبة للثيكنس لاين. اوكي، هاي هو الوقت اللي بتسكر الويندو مثل ما شفتوا. اذا بكبس كنترول ما راح حتى اذا بكبس كنترول زد ما راح يرجع. ولكن حاليا اعتبرني انا هون موجود وكمان كابس الليفل 1. حاليا اذا انا بكبس على هاي بسكر كل شيء وبتم اللي كنت عليها. تمام، طبعا هون السويتش هذا سويتش ويندو اذا كنت انت فاتح اكثر من بروجكت وبدك تعمل التنقل بيناتهم. الحقيقه انا بدي هاي الحلقات ما تطول واظن لهون بكفي. بدي حاليا بس شرحنا هذا الشريط واظن هذا الشيء ممتاز. طبعا هذا وقت اللي كبسته مثل ما شفتوا موجودين نفس الاوامر الموجوده عندي هون. تمام، وحتى في اذا بقول له الكاستمايز 1 راح يطلع لي كمان قائمه بقدر من خلالها اعمل اديت للموجودين الاوامر الموجودين هون. ممكن اعلم وحده اقول له اطلع لي للاب واقول له مثلا اوكي بلاقيها تغيرت عندي هون. وبالتوفيق اخواتي.